السلام عليكم، غنوريكم دابا كيفاش تستعملوا كيفاش تدخلوا المود باس ديال الويفي في اي ريسبتور من نوع هذا الفلاش. هذا كاع الريسبتورات تقريبا ديال فيزيون كيكون عندهم نفس هذا المنيو. اول طابلو ديال لا شين كديروا المنيو ريغلاج سيستيم، هادي ديال لو بغيتي دوزو الميزاجور بحال هكا دوز الميزاجور هنا، هادي الغينيسياليزي مع لما نديرو بيها، هادي اللي مهمة هنايا كدوز الميزاجور شي ريسيبتور كتكون خاشي الكلي يو اس بي وكدير الميزاجور كيعطيك هاديك الفلاش كدوز. نجينا نهضرو على كونفيكوراسيون دو ريزو، كندخلو الكونفيكوراسيون دو ريزو تنعزلو سون فيل، تندخلو الكونفيك هانتوما كما كتشوفو هذا الكميل تاك ديالنا. الويفي راه فيه علامة في كرواح حمراء، إذا راه مكانش يتكونيكت خاصنا ندخلو ليه المود باس. كنوركو عليه بأوكي، كيطلع علينا هاد الطابلو كنعاودو نوركو أوكي، تنديرو المود باس ديالنا. تنديرو كونفيرمي بالزرقاء هادشي، تنديرو أوتو لانك باش ديما يبقى يتكونيكت أوتوماتيك. واش نديرو ليا؟ ها هو يكتب لنا واحد الميساج ضيضي وغيمشي. ها هو شتي هاد الميساج ضروري خصو يتكتب ترجعو، من ترجعو ضروري خصكم تشوفو هاد كونيكتد كونيكتد شتي عيط لراسك كونيكتد. ونوريكم السلسلة اللي كانت مقطعة مهرسة ولات من مجموعة معايا شتيها. وشكرا على الشيء اللي كاين باش تخدم لنا الويفي في التلفازة في الريسبتور. هذا الريسبتور من نوع فيزيون كليفر اس اش دي، وكلهم كيتشابهوا اكثر ريسبتورات نفس الفلاش.